صباح الخير يا أول، كيف حالكم يا أبطال؟ خلينا نشوف يا أول، ما هو اليوم؟ اليوم هو الأحد. ما هو التاريخ؟ 18/4/2021. 18/4/2021. شو درسنا لليوم؟ درسنا لليوم عن الساعة. درسنا لليوم عن إيش يا أول؟ عن الساعة. شو يعني الساعة يا أول؟ بدنا نعرف شو الوقت والساعة. عنا هاي ايش بنسميها؟ الساعة. طبعا في اشكال للساعة، في عنا هاي الساعة ساعة منبه، في عنا ساعة اللي دايما ماما بتلبسها او بابا دايما بلبسها بايده او انتي كمان بتلبسيها في ايدك، وفي عنا الساعة الكبيرة اللي بتنحط على الحائط كمان، وفي عنا الساعة الرقمية. هاي هي الساعة الرقمية يا اول، شايفينها؟ هاي بسميها ساعة رقمية. طيب هاي الساعة شو بسميها يا اول؟ هاي بسميها ساعة عقارب. ليش سموها ساعة عقارب؟ لأنه إلها عقربين، في عنا عقرب صغير وعقرب كبير. هاي العقرب الصغير شايفينه يا أول، وهذا العقرب الطويل، دائما الطويل شايفينه، هذا طويل وهذا قصير. نفس الإشي بهاي الساعة يا أول، هاي شايفين فيها عقربين، عقرب قصير وعقرب طويل، ماشي. ونفس الإشي الساعة اللي على الحيط، نعتبر هاي ساعة حيط، في عنا عقرب طويل وعقرب صغير، ماشي يا أول، عشان هيك سموها ساعة ذات العقارب. وفي عنا النوع الثاني، إذا عنا نوعين للساعات، ساعة ذات العقارب وعنا نوع ثاني ساعة الرقمية، لأنها فيها أرقام. إذا في عنا نوعين للساعات يا أول، ساعة ذات العقارب بيكون إلها عقربين، وساعة رقمية بيكون فيها أرقام. بيكون فيها إيش يا أول؟ أرقام. إذا كم نوع للساعة؟ نوعين، ساعة ذات العقارب لأنه إلها عقربين، واحد طويل وواحد قصير، وساعة رقمية لأنه فيها أرقام، ماشي يا أول؟ ماشي. اليوم بدنا نحكي عن إشي بسيط، تمام يا أول؟ عرفنا إنه للساعة نوعين، ساعة ذات عقارب وساعة رقمية، وعرفنا إنه الساعة ذات العقارب سموها ساعة ذات العقارب لأنه إلها عقربين طويل وقصير. طيب يا أول، عنا هون طبعا انا بدي ارجع الساعة شوي هيك. لما احكي لكم يا اول الساعة كم هلأ، بتحكولي مس الساعة مش عارفين. كيف بدنا نعرف كم الساعة يا اول؟ دايما العقرب الصغير بدل على الساعة، والعقرب الطويل بدل على الدقائق. الدقائق، العقرب الصغير بدل على الساعة، يعني بتطلعوا لما احكي لكم كم الساعة بتطلعوا اول اشي على العقرب الصغير. العقرب الصغير وينه؟ على 10. ممكن العقرب الصغير يتحرك على 9، بتحكوا لي الساعة 9. يعني مثلا هون عندنا هاي الساعة، وين العقرب الصغير؟ هاد ولا هاد؟ هاد. كم الساعة؟ ساعة 7. اذا اول اشي بتطلع على العقرب الصغير، اول اشي بتطلع على العقرب الصغير. العقرب الصغير هون على 7. ممكن العقرب كمان الصغير، حيو وين العقرب الصغير؟ الأزرق ولا الأحمر؟ الأحمر. إذا كم الساعة؟ الساعة 3، صح يا أول؟ صح. طيب هون عنا الساعة، كم الساعة هون في الصورة؟ الساعة 4. بتطلع على العقرب الصغير، ماشي يا أول. طيب العقرب الكبير، طب شو شغلته في الساعة؟ بدل على الدقائق، تمام يا أول. بدل على إيش؟ بدل على الدقائق. بدل على إيش؟ الدقائق. طبعا أنتو لازم تعرفوا انه هلا لما تكون الساعة هيك 10، العقرب الكبير دائما بيكون على الساعة 12، تمام؟ بيكون على يعني العقرب بيكون متجه على ال 12، ماشي يا اول. اذا اول اشي بتطلع لما اسالكم كم الساعة، بتطلعوا على العقرب الصغير وين، ممكن يكون هون، ممكن يكون على 5، ممكن يكون على 4، ممكن على 3. العقرب الكبير طبعا لما تكون الساعة 10 تمام، او 11 تمام، أو واحدة أو تنتين أو ثلاث أو أربعة، طبعاً بيكون متجه العقرب الطويل على الاثناش، تمام؟ تمام يا أول؟ إذا دائماً وين بتحطوه؟ على الاثناش، تمام؟ هيك الساعة 7 تمام، تمام؟ هيك الساعة 7 تمام. طيب يا أول، هون في عنا الساعة الرقمية، حكينا الساعة الرقمية سميناها بالساعة الرقمية لأنه فيها أرقام. يعني مثلا هون عندي الساعة 7، هاي هون الساعات بنحطه، وهون الدقائق، هون الساعات وهون الدقائق يا أول.
هون الساعة بتحطوها وهون الدقائق. طبعا هون كم الساعة؟ الساعة سبعة، بحط هون السبعة. تمام يا أول. وهون عندي الدقائق، ماشي يا أول. هون الدقائق ولا إشي، صفر. إذا بحط هون صفرين. طبعا أنتوا رح تعتمدوا بالحل على التمام. كيف يعني التمام؟ يعني مثلا عندي هون الساعة تلات، هون الساعة واحدة، هون الساعة كم يا أول؟ ها عدق هون دقائق. الساعة هون خمسة. كيف بدي أحط خمسة؟ بحط العقرب الصغير على الخمسة، برسم عقرب طويل على الاثناش، ماشي أول. هون الساعة تسعة، كيف بدي أرسم الساعة تسعة؟ بحط العقرب الصغير على التسعة والعقرب الكبير على الاثناش. طبعا الساعة يعني هذا المطلوب منكم بالدرس، تمام؟ مش مطلوب منكم تحفظوا لي الدقائق وهيك لأنكم أنتوا صغار، لكن اجتهاد نفسي أنكم تحفظوا الدقائق. ممكن ماما تخليكم تحفظوا الدقائق، تمام؟ ماشي يا أول.